السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، معكم مصطفى صادق. هذا الفيديو راح يكون إن شاء الله هو مجرد مقترحات بسيطة لكيفية تطوير والنهوض بالبحث العلمي في الدول النامية. مثل ما يعرفه الأخوة الباحثين أو المهتمين بمجال البحث العلمي، يعني البحث العلمي في دولنا في العالم الثالث يعتبر من أصعب وأعقد العمليات، لأنه ببساطة غير مدعوم ماديا. يعني هناك جامعات، هناك كليات، هناك معاهد أو أكاديميات مفتوحة خصيصا للبحث العلمي، إلا أنها يعني للأسف غير مدعومة بشكل حقيقي، لا من قبل الدول ولا من قبل المؤسسات الخاصة أو العامة. وبالتالي تلاحظ أنه يعني أغلب الأساتذة أو أغلب المشرفين يعتبر مسألة البحث العلمي هو مسألة روتينية فقط، يقوم بتوظيف أو يعني قبول أحد الطلبة ليكون باحث لديه في الماجستير أو الدكتوراه أو حتى بعد الدكتوراه، وتبدأ الاجتماعات الروتينية ويبدأ البحث عن مشكلة. في أغلب الأحيان تكون المشاكل هي نظرية، مجرد أنه يقوم بالبحث عن مجلات أو مؤتمرات عالمية والبحث عن مواضيع معينة لأنه هي مشهورة في وقتها، يقومون بأخذها والعمل عليها وهكذا. إلا أنه البحث العلمي في دول العالم المتقدم هو جزء من عملية الصناعة، يعني هو جزء من عملية السوق، جزء من دورة التطوير المستمرة. يعني كل المنتجات في كل الشركات تبدأ في البداية كفكرة، ثم يتم إرسالها إلى الـ Research and Development Department اللي هو قسم البحث والتطوير في هذه الشركات. إذا كان الباحثون أو المختصون في هذا المجال قادرين على القيام بهذا الموضوع في الشركة أو في المؤسسة أو في الجهة الحكومية، سيقومون بعمل ذلك. وأما إذا كانوا غير قادرين على ذلك، فتقوم هذه المؤسسة أو الجهة الحكومية أو الشركة بفتح الباب لمنح جرانتس، اللي هي يعني منح تعطى إلى الباحثين القادرين على حل هذه المشكلة لتطوير الإنتاج، لتحسين نوعية المنتج، لتقليل الكلفة، يعني الكثير من الأمور الأخرى، الأمور الصناعية. هذه الجرانتس وهذه الفاندز اللي يعني تمنح للبحث العلمي هي العمود الفقري لتمويل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في العالم، على خلاف ما هو موجود في دولنا العربية أو الدول الإسلامية أو دول العالم الثالث، لأنه احنا نعتبر البحث العلمي هو مجرد يعني تحصيل حاصل، مجرد أنه تكمل البكالوريوس، بعد ذلك الماجستير، بعد ذلك الدكتوراه، تقوم بنشر البيبرات في مواضيع معينة قد لا تكون لها أي صلة بواقعك الحقيقي، يعني ليس لها صلة بالصناعة أو الزراعة أو التجارة في بلدك أو في المكان اللي أنت تشتغل به. بعد البحث يعني وبعد الحصول على كثير من الأسئلة من الأخوة والأخوات المتابعين، أنه كيف أقوم بإجراء البحث العلمي؟ ما هي الخطوات للقيام بالبحث العلمي؟ كيف يمكنني يعني اختيار الفكرة، كيف يمكنني حل المشاكل التي تواجهني، لأنه المشرف غير متعاون، القسم غير متعاون، الإمكانيات محدودة، غيرها من الأمور الأخرى. مثل ما هو معروف، مثل ما أكدت عليه في الفيديوهات السابقة، اليوم ليس هناك شيء عشوائي، ليس هناك شيء يأتي بالصدفة، كل شيء هو أصبح 1 + 1 = 2، أصبح ورقة وقلم، أصبح حسابات. فمثلا بالنسبة للبحث العلمي، يعني عندما يكون هناك باحث ومبتدئ في هذا المجال، وكل احنا مبتدئين، يعني ما زلنا مبتدئين في هذا المجال، ليس من الصحيح انه فقط تعتمد على الاسئلة، ماذا افعل، كيف اتجه، الى اين اذهب. دائما يفترض انه تبحث عن المنهج العلمي للبحث العلمي، يعني هو بحث علمي يعني من اسمه، فيفترض انه يكون هناك منهج حقيقي للبدء في هذا المجال. بعد البحث، بعد السؤال ايضا، يعني وصلت الى هذا المكان اللي هو researchacademy.elsevier.com. elsevier.com هذه طبعا واحده من ارقى يعني الببلشنج اكاديميز او الويب سايتس الموجوده في العالم، يعني هو تقريبا هي اكاديميه او جهه نشر لارقى وافضل انواع البحوث بالعالم، وقد وفروا لنا هذه التقنيه اللي هي ريسيرش اكاديمي، اللي هي من خلالها نستطيع تعليم الباحث انه كيف يبدا بمجال البحث العلمي، ما هي الخطوات التي يجب ان يقوم بها لانجاز البحث العلمي. مثل ما تلاحظون انه التسجيل في هذا الموقع مجرد انه تقوم بادخال يوزر نيم والباسورد، او مجرد التسجيل عن طريق الايميل، يعني مجرد انه تسجل من خلال الايميل وتقوم بمنح باسورد، بعد ذلك تقوم بالدخول الى هذا المكان اللي راح نقوم بارفاق الرابط الخاص به بالديسكربشن الخاص بهذا الفيديو. مباشرة انه تدخل راح تشوف انه اكو عندك مجموعة من الشروحات، يعني كل واحدة من عندهن، يعني هذه هي خطوات البحث العلمي مثل ما هو واضح. في البداية ريسيرش بريبريشن اللي هو التحضير للبحث العلمي، بعد ذلك رايتنج فور ريسيرش، بوبليكيشن بروسيس اللي هي عملية النشر، نافيجيتنج بير ريفيو اللي هي عملية التقويم العلمي للبيبرات، واخيرا الكوميونيكيتنج يور ريسيرش اللي هو كيف تقوم بايصال الريسيرش الخاص بك الى الجهات المعنية. تقوم بالدخول الى اي واحده من هذه الاماكن، وتلاحظ انه هنا مثلا تقوم بالنقر على مثلا هنا عمليه الفاندنج، شلون تقدر تحصل على الجرانتس، شلون تقدر تحصل على الفاند الخاص بك، البحث الخاص بك.
تلاحظ أن هناك مجموعة من الفيديوهات هي بالحقيقة، أو قد تكون هي فيديو أو قد تكون برزنتيشن ومع بعض الأسئلة، ويعني تستطيع بعد إكمالها الحصول على شهادات. تلاحظ أن هنا مثلا إذا نقرنا على هذا الأول واللي هو أنا بالفعل يعني قمت بإكماله، مجرد النقر على هذا المكان راح تقوم ب يعني الاطلاع على هذا الفيديو وحل الأسئلة الموجودة المرافقة له. تستطيع أيضا تقوم بعمل داونلود للدوكيومنتس المرفقة مع هذا الفيديو، بعد ذلك تقوم باختيار كل واحدة من مرافق البحث العلمي اللي أنت مهتم بها، اللي هي تبدأ من الفاندنج مثل ما ذكرنا إلى كتابة البحث وكيف كل الأمور التي تتعلق بالمانيوسكريبت اللي هو يعني كيف تقوم بكتابة البيبر أو الارتكل أو غيرها من الأمور الأخرى. وبعد إكمال هذا الموضوع راح أنا متأكد أنه كل الباحثين المهتمين بهذا المجال راح يكونون مستعدين ل يعني يعني الإثكس وغيرها من الأمور الأخرى. كل هذه الأمور راح تكون مساعدة للباحث بالقيام ببحث علمي بشكل علمي وحقيقي، وبعيدا عن التكهنات وبعيدا عن النصائح التي قد تأتي من هنا أو هناك والتي قد لا تكون كافية للباحث. تلاحظ أن هناك يعني كثير من الدوكيومنتس اللي هي تلخص لك الكثير من الأمور، بدل أنه تقضي ساعات طويلة في البحث تستطيع يعني هنا الحصول عليها بشكل مجاني ومتوفرة بسهولة للجميع. أتمنى أنه يكون هذا الشيء هو مفيد وملخص أو مختصر مفيد للباحثين، وشكرا جزيلا ومع السلامة.